محمد؟ أنا مورا. كيف الحال؟ الحمد لله. جمع ست الخواص في حالة إيدا. الحمد لله. تنزين؟ دينا سيدنا صباح الخير عليكم، صباح النور، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله تعالى. الموضوع ديالنا اليوم تماما كلام يعني كيدور حلا حول الدجاج البلدي، والثمن ديالو يعني كما كنقول يعني شوية نقص الثمن، وهادشي خلينا أننا نطرحوا واحد التساؤل يعني عليكم، اللي هو واش يعني الثمن اللي رجع عليه الفرج بالكيلو الكيلوغرام، يعني واش هو يعني بالنسبة لكم يعني واحد الثمن اللي هو ثمن مناسب، يعني كما كتشوفوا معنا يعني دابا ما كاينش يعني شي كما كنقولوا ما كاينش شي إقبال أو شي مناسبة باش يكون يعني الدجاج البلدي غالي. تلك خلينا أننا نطرحوا يعني تساؤل، واش هاد الثمن ديال هاد الدجاج يعني اللي واصل يعني 50 درهم للكيلوغرام، يعني في مدينة تطوان يعني في الفترة هذي 50 درهم للكيلوغرام، يعني وصل بها الدجاج الرومي والفرج الرومي بلدي، عفوا الدجاج بلدي والفرج بلدي، طبعا يعني 50 درهم ثمن كرم، يعني شنو واش كتشوفوا يعني حتى ما اللي هو ثمن رمزي ولا حتى ما اللي هو ثمن مناسب بالنسبة يعني لكم انتم كمواطنين، واش تقدروا انكم يعني تشريوهم بهذا الثمن ولا خلال يعني البث المباشر يعني متابعينا الكرام. موضوع ديالنا اللي يعني كيحوم حول الثمن هذا، طبعا يعني كما كنعرفوا حاليا يعني ما كاينش شي مناسبة اللي هي مناسبة كنقولوا نقدروا نقولوا انا يعني مناسبة ديال العواشر دابا حاليا، كنعرفوا فترة العواشر يعني صعيب انك تجبر على الثمن الكيلو، واصلا ما عرفتش يعني الدجاج ولا الفرج يعني كيلو كيكون عنده واحد الثمن اللي هو مخصص، كنعرفوا يعني فاش كيكون يعني فرج مليح مزيون في المناسبات، يعني كيكون وصل الثمن ديالو 150 درهم، كيوصل حتى 200 درهم، حتى 250 درهم، يعني على حسب الوزن ديالو والفورما ديالو والصحة ديالو، عكس دابا يعني مكاينش يعني شي فترة ديال العواشر، فيعني الثمن هذا يعني كيوصل يعني للكيلوغرام، يعني الفترة هذي يعني كيتباع الدجاج يعني بالكيلو. وطبعا يعني كاين واحد الثمن اللي هو يعني الثمن اللي بالنسبة لي انا يعني مناسب، ما تجبروش يعني كيما كنقولوا 70 درهم 80 درهم بالعكس، يعني 50 درهم الكيلوغرام. فروج بلدي غتجبرو يعني صحيح فيه 2 كيلو ولا 2 كيلو شي حاجة، غتلقاه يعني وصل الثمن ديالو ب 100 درهم، يعني 2 كيلو تما راح تخرج يعني 100 درهم، حتى ما تشري يعني هو السوق بالنسبة ليا تعتبرو 150 ولا 200 درهم، يعني الفرج اللي كانت جوج كيلو بلدي فتبارك الله يعني كيبان عليه فرج صحيح ومفرمي واقف، يعني على عكس يعني كما كنقولوا في المناسبات، المناسبات هو كيكون يعني طالع بزاف. اليوم هذا في هذه الصبيحة هذه من مدينة تطوان يعني من قلب مدينة تطوان، يعني كما كتشاهدوا معنا الثمن يعني شحال الثمن هذا، يعني مش كيجيب نتوما كذلك يعني ثمن اللي هو ثمن مناسب أو لا، يعني ثمن ماشي مناسب. 50 درهم للكيلو واش كتشوفوها يعني نتوما كمستهلكين، واش كتشوفوها الثمن اللي هو يعني الثمن المناسب بالنسبة لكم أو لا، بالعكس يعني الثمن ماشي مناسب، ولكن تقولوا لنا يعني الرأي ديالكم متابعينا الكرام من خلال يعني هذا البث المباشر، هذه الصفحة المباشرة
هنالك البوابات يعني هنا وقبل مدينة تطوان وقبل أسواق مدينة تطوان، وشنو يعني دايرة الحركة يعني في مدينة تطوان بالنسبة يعني تحت واحد شوية حتى يعني تتجدد لي يعني رجع قليل مابقاش يعني ديك الكثرة ديالو حتى صراحة حتى الناس ديال البوادر جاو كيجيو مدينة تيفرجو هادي واحد الغريبة كتسقتي ما علاش شنو السبب اللي كيخليك على مدينة الدار كنا اللي تلو كما يعني قلت كما اللي الأصل ديال هاد الدجاج اللي فرجو الدين فين كيقول لك يعني العلف غلا وكدا مابقاش عندنا الخاطر اننا نربيو ونعملو وكدا فيعني هادشي اللي كيخلي عاود اننا نشوفو هاد الدجاج بدا كيقلل وبدا كيغلى يعني في المدينة يعني كتبرو غاد قبل فين كنتي كتبغي يعني السوق فيه الناس ديال البوادي كيجيو تاهما دورهم تاهما كيجيو الفراج كيجيو الجداد كيعرضوهم في السوق يبيعوهم يعني كيكون واحد التنافسية وكان يعني الدجاج بزاف يعني كتبار يعني السوق يعني عامر دابا هنا قليل يعني بعض الناس اللي كتبروا انهم يعني يستهلكوا البلدي ولا كيربوا البلدي وكتبار يعني كما قلت يعني كتبار حتى الناس ديال الزبد بالدوام يعني كيجيو لهنا وكيشريو بزاف كيشريو الدجاج البلدي ويشريو فراج بلدي حتى هما يعني كيتنافسوا يعني وسط المدينه حتى هما كيعبوا معاهم الباديه كيعبوا مع فراج بلدي يعني واحد الحاجه اللي هي غريبه كنتمنى اننا يعني الناس ديال الباديه اللي عندهم اتساع من الوقت عندهم يعني القدره انهم يربوا ويكبروا يشبروا يعني هاد يشبروا يعني يربيوا هاد الدواجن هكا باش الثمن يعني يكون ولاد انتاج كثير ويكون يعني الثمن هو مناسب والثمن هو اقل بالنسبه اذا ما كان هذا هو الموضوع يعني اللي صباح الخير يعني الكرام كما قلت يعني بزاف ديال الناس يعني الثمن يعني كشوع خاخر سيدا يعني كشوع الثمن هو ماشي مناسب بالنسبه للمكان الكرام يعني شكرا لكم على المتابعه ديالكم في هذا اللقاء.